سيكون ضيفي لهذا اليوم مشاهدينا الأستاذ سركيس نزار، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي، الذي ينضم معنا عبر السكايب من عمان. مرحبا بك أستاذ سركيس، نحن على عتاب أو دخلنا ربما في أزمة طاقة عالمية. وكالة الطاقة الدولية قالت بخصوص هذا الموضوع إن أزمة الطاقة قد تهدد التعافي الاقتصادي العالمي. كيف لأزمة الطاقة أن تهدد التعافي العالمي؟ لو نشرح هذا الموضوع أكثر بالنسبة للمشاهدين. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. بالنسبة للأزمة في أسواق الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، هناك ارتباط مباشر في القدرة الشرائية للمستهلكين. فالارتفاع الكبير في أسعار النفط يهدد بتغير العادات الاستهلاكية لدى المستهلكين وتوجههم لإنفاق أكبر على أدوات الطاقة، وهذا قد يحد أيضا من الطلب على الاستهلاكات الأخرى والمواد الاستهلاكية الأخرى. الطلب العالمي يحاول التعافي مع تعافي الاقتصاد العالمي، ومؤخرا بدأنا نشهد بعض الاضطراب في هذا التعافي الاقتصادي. صدرت عندنا بيانات اقتصادية عديدة من بعض الدول العظمى مثل الولايات المتحدة، أوروبا، بريطانيا، اليابان والصين، كلها تؤكد بأن التعافي الاقتصادي العالمي بدأ يفقد عزمه الصاعد، وهذا يدل بأن الاقتصاد العالمي حاليا لا يستوعب ارتفاعات كبيرة بأسعار النفط، لأن ذلك يهدد بالفعل استمرارية التعافي الاقتصادي. كيف يؤثر تحديدا النفط؟ بواسطة التضخم. فالتضخم عندما يرتفع سيغير من العادات الاستهلاكية. هنالك مؤشر يجب النظر له عندما نتحدث عن تأثيرات ارتفاعات الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة على النمو الاقتصاد العالمي. سنأخذ الاقتصاد الأمريكي وهو الاقتصاد الأكبر في العالم. الآن إذا نظرنا إلى مؤشر يسمى مؤشر ثقة المستهلك الذي انخفض إلى مستوى متدني قياسي شهر 4 من عام 2020، ثم عاد للارتفاع قليلاً، لكن خلال العام 2021 انخفض المؤشر لمستويات ما دون مستوى ذروة جائحة كورونا. لماذا؟ المستهلكين لا يهمهم قراءات اقتصادية، لا يهمهم إن ظهرت قراءات جيدة للبطالة، قراءات جيدة للنمو الاقتصادي. ما يهمهم هو الثقة في الاقتصاد وفي الدخل وبالأسعار. وعندما لا تتواجد هذه الظروف تنخفض الثقة لدى المستهلكين بقوة، وبالتالي ينخفض الانفاق، ينخفض ايضا القروض تنخفض، وهذا كله يؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي العالمي. هذا من جهة المستهلكين. اما من جهة اخرى، فارتفاع اسعار النفط ايضا سيقلل المطلوب بالتبعية، رغم ان هنالك توقعات ارتفاع الطلب العالمي مع فصل الشتاء، لكن على المدى الابعد ارتفاع الاسعار يقلل من الطلب، وهي نظرية اقتصادية معروفة بعلاقة الطلب والعرض والسعر. وأيضا إذا ارتفعت أسعار بشكل كبير كيف يعاود الطلب الانخفاض؟ فبالتالي كلما ارتفعت أسعار النفط بشكل أسرع وكلما ارتفعت أكثر، يضر ذلك بالتوجهات والعادات الاستهلاكية للمستهلكين، وهذا أيضا ما يكون له تأثير مباشر على التعافي الاقتصادي العالمي، بل قد يتسبب في تدهور في التعافي الاقتصادي. هذا بالنسبة للتعافي الاقتصادي ككل، لكن أستاذ سركيس، إذا قل الطلب نتيجة هذا الارتفاع في أسعار النفط، كيف سيتم حل المشكلة؟ إذا كانت الأسعار في ارتفاع سيتأثر الطلب وسيضعف الطلب، ونحن على أعتاب شتاء، ويعني شتاء قارس ربما يكون ومختلف عن غيره من السنوات السابقة. بالفعل هنالك بعض التوقعات بأن يكون زيادة الطلب على المشتقات النفطية. لماذا؟ لأننا نشهد ارتفاعات كبيرة أيضا في أسعار الغاز. الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الذي يستخدم بكثرة في أوروبا وعديد من الدول الأخرى، إن كان للتدفئة أو غيرها، فالارتفاع في أسعار الغاز يوجه المستهلكين لزيادة استهلاك النفط ومشتقاته الأخرى. هذا بدوره أيضا يحفز ارتفاعات أسعار النفط. فكما نلاحظ أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط التي زادت عن 68% إذا تكلمنا عن هذه السنة بالنسبة لخام غرب تكساس، أكثر من 62% بالنسبة لعقود برنت، كل هذا يدل بأن هنالك ظروف غير الطلب ما تؤثر حاليا على أسعار النفط، وتحديدا الامدادات، وكذلك
الغاز الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير تجبر المستهلكين إلى التوجه نحو النفط واستخدامه أكثر، وهذا قد يكون أيضا داعم لارتفاع الأسعار أكثر فأكثر. طيب أستاذ سركيس، سنتحدث عن الغاز بشكل مفصل أكثر، لكن اليوم مع الارتفاع في أسعار النفط، الدول المنتجة هل هي مرتاحة لهذا الارتفاع برأيك؟ هل سيكون هذا الارتفاع الكبير في الأسعار مفيدا للمنتجين؟ الآن العديدون يقولون بأن ارتفاع أسعار النفط إذا كان كبيرا قد تستفيد الدول المنتجة، لكن هنا يجب أن نربط أيضا الارتفاع في الأسعار بمقدار الطلب على النفط. فإذا زادت الأسعار بشكل كبير جدا بحسب نظريات التعارض والتطابق ما بين الطلب والعرض والأسعار، فارتفاع كبير في الأسعار قد يستحق انخفاض في الطلب العالمي، وهذا يعني بأن ارتفاع أسعار النفط إذا وصل مستويات أكثر ارتفاعاً وواصلت الأسعار ارتفاعاتها بشكل سريع قد ينخفض الطلب. بالتالي لا أعتقد بأن هنالك مستفيد من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. كنا نقول سابقاً بأن مستويات ما بين 70 80 حتى 85 دولار قد تكون نوعاً ما جيدة، لكن عندما ترتفع الأسعار أكثر من ذلك سيكون بالتأكيد له ضرر على الاستهلاك. الضرر على الاستهلاك ينعكس مباشرة على الطلب، وبالتالي الدول المصدرة قد ينخفض الطلب على المشتقات النفطية وأيضا النفط بحد ذاته، وهذا ما قد يدل على أنها قد لا تكون مستفيدة جدا في حال عدنا وشاهدنا انخفاض وتدهور في الطلب العالمي سببه الارتفاع في أسعار النفط. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا بأن المستهلكين ما زالوا في طور التعافي، لم نصل حد نستطيع أن نقول بأن المستهلك تعافى من أثار جائحة كورونا. مستويات البطالة ما زالت مرتفعة في عديد من الدول في العالم، وتحديدا في الدول المستهلكة للنفط إذا لم تظهر على القراءات الاقتصادية، لكنها أيضا نحس من حولنا بأننا في حالة بحسب مؤشرات تسمى مؤشرات بؤس المستهلكين، نجد بأننا نعود لمستويات قد تكون الأسوأ منذ عام 2008. هذا يدل بأن ارتفاع أسعار النفط قد يضر أيضا في الطلب لا محالة، وهذا بالتالي قد يكون مضر وليس مفيد للدول المنتجة، فالارتفاعات السريعة قد تكون مضرة إذا استمرت خلال الفترة المقبلة. طيب لماذا لم تستجب الدول المنتجة لطلبات أو الضغوط، دعنا نسميها ضغوط، الولايات المتحدة وحتى الهند من أجل زيادة الإنتاج؟ ما الذي يعني يمكن أن يدور في ذهن الدول المنتجة لعدم الاستجابة لزيادة الطلب من قبل الولايات المتحدة طالما أن الولايات المتحدة هي في طور التعافي؟ الآن عندما ننظر إلى قرارات الدول المنتجة، لنأخذ أيضا مثل أوبك والحلفاء، عندما ينظرون إلى زيادة الطلب ينظرون إلى المستقبل، لا ينظرون إلى فترة حالية قصيرة الأمد، لأن التغير في الإنتاجية قد يلزمها فترات طويلة لإعادتها. وحاليا منظمة أوبك والحلفاء ملتزمة باتفاق تم وضعه سابقا برفع تدريجي مقداره 400 ألف برميل كل بداية شهر للمتوسط الإنتاجي اليومي. الآن ال 400 ألف برميل كانت قد تكون كافية بل ربما إضافية لولا حصول مشاكل الإمدادات. الآن التساؤل الذي يجب أن نطرحه، إلى متى ستستمر مشاكل سلاسل الإمداد؟ ربما ستستمر لبضعة أسابيع لعدة أشهر، لكن الدول المنتجة حاليا إذا نظرت إلى هذا الموضوع سوف تنظر على أنظمة زمنية ذات مدى طويل جدا، فلا نريد أن نقع في فخ جديد وهو فائض الإنتاج، لأن ذلك قد يضر أيضا في الأسعار ويسبب أيضا مشاكل معاكسة لارتفاعات السعر الكبيرة، ربما تعود الأسعار لتنهار من جديد لمستويات غير مناسبة للدول المنتجة. فبالتالي موازنة الطلب والعرض لا تتم على مستوى أسبوع أو شهر أو مستويات لحظية، بل هي كنظرة مستقبلية. الآن منظمة أوبك تتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بالفعل خلال العام المقبل 2022 إلى حوالي 100.8 مليون برميل، وهذا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بقليل أو جائحة كورونا. الآن هذا الارتفاع سيقابل أيضا الارتفاعات القادمة في الإنتاجية من منظمة أوبك والحلفاء. بدأت منظمة أوبك بخفض الإنتاج بواقع حوالي 10 مليون برميل، ثم ما تبقى هو 5.8، ثم أضفنا 400 و400 أخرى، وكل شهر سوف تضيف 400 ألف برميل مرة أخرى. لذلك هنالك تزويد في النفط، لكن المشكلة الأساسية حاليا هي في سلاسل التوريد. النفط متواجد
هنالك إمكانية لزيادة الإنتاج، لكن هل نستطيع ضمان أن تصل كل هذه الإنتاجية للمستهلكين أم لا؟ هنا يكمن بيت القصير. فأوبك والحلفاء والمنتجين الكبار ربما سيكون قرار ليس في محله على الأقل في الفترة الحالية بأن يتم رفع الإنتاج. فرفع الإنتاج التدريجي يبدو مناسب، لكن أيضا النظرة ستكون على المدى الأبعد قليلا، والتي تشير إلى أننا قد نصل إلى مستويات التعادل ما بين الإنتاج والطلب العالمي خلال العام المقبل، لكن الفترة الحالية تعتبر بالفعل فترة حرجة بسبب سلاسل الإمداد وليس بالفعل نقص الإنتاج. طيب أستاذ سركيس، كان هناك تصريحات روسية تقول إن روسيا هي مستعدة لزيادة الإمدادات إلى المنطقة إذا طلب منها ذلك، هل تعتقد أن روسيا هي قادرة فعلا على السيطرة على السوق والسيطرة على أزمة الطاقة الحالية؟ روسيا تستطيع إلى حد ما، لكن ليس بشكل تام باعتقادي. إذا كنا نريد أن نتحدث عن كيفية إعادة الاستقرار لأسواق الطاقة، فهنا يجب أن نبتعد أبعد قليلا من الدول المنتجة. فإن كانت منظمة أوبك أو حتى روسيا رفعت الإنتاج، لكن هل ستصل هذه الإنتاجية إلى المستهلكين؟ هنالك مشاكل في الإمدادات لاحظناها وتطورت بشكل كبير كتبعيات لجائحة كورونا، آخرها كان في المملكة المتحدة في بريطانيا عندما شاهدنا نقص في السائقين للمركبات لنقل النفط، وأيضا في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية. بالتالي أؤكد بأني أرى شخصيا بأن المشكلة ليست مشكلة نقص في الإنتاج، لكن مشكلة الوصول في الإنتاجية. هنالك توقعات اليوم بأن نشهد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تظهر لنا ارتفاع في المخزون من النفط، أيضا بالنسبة لمعهد البترول الأمريكي يوم أمس أظهر ارتفاع في مخزون النفط، لكن هنالك انخفاض في بعض المشتقات النفطية. ماذا يعني ذلك؟ أن هنالك طلب لكن النفط موجود في المخازن، والغاز قد يكون أيضا موجود في المخازن لكن لا يصل إلى المستهلك النهائي كما هو مطلوب، وبالتالي هنا تكمن المشكلة. فروسيا حتى لو رفعت الإنتاج قد يكون ذلك جيد، لكن أيضا في نفس الوقت لن يكون كافيا لإعادة الاستقرار لأسواق الطاقة. فمزيج ما بين إصلاح سلاسل الإمداد وكذلك موازنة المعروض هو المطلوب لإعادة الاستقرار في أسواق الطاقة. طيب هناك ارتفاع في أسعار النفط الآن، أصبح هناك ارتفاع في أسعار الغاز أستاذ سركيس، ما هي العلاقة بين الطرفين أسعار الغاز وأيضا أسعار النفط العالمي، وهل يبدو أن الموضوع ربما يأخذ نوع من طابع سياسي أكثر مما هو موضوع طلب وعرض وأزمة طاقة هي بناء على مواضيع اقتصادية بحتة، هل له علاقة بطابع سياسي ربما هذه الأزمة التي نشهدها اليوم؟ الآن أفضل أن أشير بجهة أخرى من هذا الموضوع إن كنا نتحدث عن السياسة. الآن عندما نتحدث سياسيا سوف يراقب صناع القرار السياسي الأسعار للنفط ومدى تأثيرها على المستهلكين. الآن كلما ارتفعت أسعار النفط ربما سوف نشهد أيضا ضغوطات سياسية من أجل الحث على إيجاد حلول. فالموضوع هو مرتبط في الوضع للمستهلكين داخل الدول. كنا نتحدث عن الولايات المتحدة التي طالبت بشكل أو بآخر في وقت من الأوقات على رفع الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط، وهذه الضغوط السياسية ربما ستستمر من كل الجهات، فهي عبارة عن مطالبات من أجل إعادة الاستقرار في أسواق النفط. لكن الأزمة بحد ذاتها لا أستطيع أن أقول هي مفتعلة بقدر ما إنها هي نتيجة لما حصل سابقا من أزمات اقتصادية وكذلك التغيرات في هيكليات سياسية في عديد من الدول الأوروبية وكذلك في بريطانيا، وأيضا إذا انتقلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا تسبب في خلخلة سلاسل الإمداد. مرة أخرى أعود بهذه النقطة الأساسية، فلا أستطيع تأكيد أو أقول أنها أزمة مفتعلة، لكن هي نتيجة لبعض الظروف السابقة تحصل الآن. لكن إذا انتقلنا سياسيا لا أستبعد أبدا أن نرى مناقشات كبيرة ما بين الدول العظمى والدول المنتجة والحث على إيجاد حلول من أجل الحد من ارتفاعات الأسعار. هنالك موضوع تطرقت له الولايات المتحدة سابقا بشكل أو بآخر، وهو إعادة منع تصدير النفط الأمريكي. هذا قرار سياسي، لكن لماذا لا تريد تصدير النفط هذا لتوفير كميات أكبر داخليا في الولايات المتحدة لمواجهة الارتفاع الكبير بأسعار المشتقات النفطية هناك؟ فهذه القرارات السياسية ربما ستكون مؤثرة، لكنها أيضا
تابعة لما حصل سابقا ومؤثر حاليا في أسواق النفط. فالسياسة لا أعتقد بأنها هي السبب وراء ما يحصل الآن في أسواق الطاقة، لكن السياسة ربما ستلعب دور كبير لإيجاد الحلول في المستقبل. طيب طالما أن الموضوع تلعب فيه السياسة، هل من الممكن مثل ما ذكرت قبل قليل أن نشهد أزمة مثل الأزمة التي حدثت العام الماضي أستاذ سركيس، يعني انهيار لكن ربما تكون بطريقة مختلفة اليوم؟ الآن إذا تحدثنا عن عام 2020، الأزمة التي حصلت هي كانت عبارة أو سميت بحرب أسعار النفط. كان هنالك تعارض واضح وتحديدا ما بين أوبك وروسيا، وحصل هنالك رفع كبير في الإنتاج، وكانت الولايات المتحدة ما زالت تنتج النفط، وفي نفس الوقت انخفض الطلب العالمي بشكل هائل. لتنخفض أسعار النفط، عندما نذكر تلك الأيام انخفضت أسعار النفط الأمريكي للسالب. ماذا يعني بالسالب؟ أن البائعين كانوا يدفعون للمشترين علاوة حتى يقوموا بأخذ النفط منهم. الآن تلك ظروف مختلفة تماما عن ما نمر عليه اليوم. اليوم المشكلة هي سلاسل الإمداد، المشكلة تحديدا هي إيصال المتوافر من المعروض إلى المستهلك النهائي. فبالتالي لا أعتقد بأننا أمام احتمالية حصول كارثة، إن صح التعبير، إن كانت كارثة بل هي فعلا كارثة التي حصلت خلال عام 2020 أثناء جائحة كورونا، لكن لا أعتقد بأنها سوف تتكرر. هناك ستكون بالتأكيد تذبذبات حادة بالأسعار عند اتخاذ قرارات سياسية من أي نوع كان، إن كان بالتجارة في الإنتاج أو إصلاح سلاسل الإمدادات أو غيرها، لكن قد لا تكون كبيرة بنفس الدرجة التي كانت خلال 2020. لكن إذا تحدثنا عن تأخر إيجاد الحلول، هنا أتكلم عن كارثة اقتصادية وليس كارثة في أسواق الطاقة نفسها، لأن استمرار ارتفاع أسعار النفط سوف يضر وبشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي. الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يظهر الآن فيها انكماشات في بعض القطاعات، هنالك تهديدات بقطاع العقار. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تظهر أمامي العديد من البيانات الاقتصادية بحسب مؤشرات مدراء المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، وكذلك قطاع الخدمات تدل بأننا في تباطؤ قوي. لذلك الاقتصاد العالمي لا يحتاج إلى ضربة أخرى، لأنه في مرحلة لم يصل حد الاعتماد على نفسه بدون تحفيزات. وبالتالي إذا كان هنالك، إن صح التعبير، هنالك كارثة ستكون هي بتباطؤ اقتصادي قوي عالميا، لكني أعتقد بأن الحلول ستكون موجودة خلال الأسابيع أو ربما على الأكثر الأشهر المقبلة لأزمة الطاقة. طيب هل ستؤثر على التضخم عالميا أستاذ سركيس هذا الارتفاع في أسعار النفط؟ هل نحن أمام أزمة تشابه أزمة السبعينيات من القرن الماضي، إذا ما تحدثنا هنا عن الضعف الاقتصادي جراء الجائحة مع ارتفاع التضخم؟ بداية، لا أحد من الاقتصاديين يحب دراسة أو تذكر أزمة السبعينات من القرن الماضي، لأنها كانت عبارة عن أزمة بصراحة هي من أسوأ الأزمات عبر التاريخ، بل باعتقادي الشخصي هي أزمة أسوأ من أزمة الكساد العظيم، لأن في ذلك الوقت حصل انكماش اقتصادي رافقه ارتفاع في البطالة، لكن من جهة أخرى ارتفعت معدلات التضخم لمستويات مرتفعة جدا. كنا عم نشوف التضخم في عديد من الدول أعلى من 10-15 وبعضه أعلى من 20%، فيما الاقتصاد نفسه كان في مراحل انكماش سالب. الآن ما يحصل في العالم هو ارتفاع التضخم. أمريكا ارتفع فيها التضخم 5.4%، أوروبا 3%، بريطانيا 3.2%. ربما تكون هذه القيم ليست بالارتفاع الكبير كما حصل خلال سبعينات القرن الماضي، لكن هي حالة مشابهة، هي حالة جزئية مما حصل في سبعينات القرن الماضي. الآن يبدو بأن الاقتصاد العالمي يتعافى، هذا ما يبدو، لكن لنسأل المستهلكين، لنسأل مؤشرات المستهلكين الاقتصادية، سنلاحظ بأن المستهلكين ليسوا في راحة أبدا. بالتالي النمو الاقتصادي في العالم هو مستقر ومدعوم من الدول العظمى، ولايات متحدة، الصين، بريطانيا، أوروبا، وهذه الدول تظهر بأن الاقتصاد العالمي ينمو. لكن إذا سألنا المستهلك، فالمستهلك حاليا في حالة يشعر فيها بأنه في ركود أسوأ من عام 2020، والسبب هو ارتفاع التضخم. والآن إذا نظرنا إلى حركة أسعار النفط، التضخم يتأثر وبشكل كبير في أسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط يرتفع التضخم. وهنالك من سألني بأن هنالك مؤشرات تضخمية تستثني أسعار النفط والطاقة، لكن
إذا استثنينا تأثير أسعار النفط المباشر على التضخم. لكن الشركات تحتاج إلى طاقة، الشركات تحتاج إلى تشغيل، والتكاليف سترتفع. إلى أين ستتوجه هذه التكاليف؟ ستتوجه إلى المستهلك النهائي، ستتوجه أيضا على شكل انخفاض في ربحية الشركات، بالتالي ارتفاع النفط، ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز. هذا أمر يجب أن يتم إيجاد علاج له حتى لا ندخل في دوامة مشابهة لأعوام السبعينات من القرن الماضي. فهنالك مخاطر فعليا، ويبدو أن البنوك المركزية حول العالم لا يخفى عليها مثل هذا الأمر. لماذا بنك الفدرالي الأمريكي يريد بدء تقليص برنامج شراء الأصول؟ لماذا هنالك توقعات بأن يبدأ بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة؟ البنك المركزي الأوروبي قام بخفض في برنامج شراء الأصول، بنك نيوزيلندا رفع الفائدة. لماذا كل ذلك؟ لأنهم يرون بأن هنالك مخاطر كبيرة جدا قد تبدأ في حال ارتفع التضخم بشكل كبير. وهذا الموضوع تحديدا يجعلني أرى بأننا بالفعل في حالة مشابهة لكن ليست مطابقة، هي حالة جزئية لما حصلت في عام في سبعينات القرن الماضي. اليوم ماذا بالنسبة للذهب، طالما أننا نتحدث عن موضوع التضخم، ماذا بالنسبة للذهب أستاذ سركيس؟ نستطيع أن نقول بأن الذهب اليوم هو الاستثمار الرئيسي خلال هذه الفترة الحرجة المقبلة؟ معروف بأنه هو غطاء للتضخم وأيضا مخزن للقيمة النقدية. صحيح، ولو نظرنا إلى حركة الذهب يوم أمس ستكون هذه هي إجابة سؤال حضرتك. يوم أمس ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير جدا. بحسب قراءتي في البورصات الأمريكية ارتفع سعر الذهب من 1757 تقريبا حتى أنهى الجلسة عند 1796 دولار. اليوم عم نشوف أسعار الذهب حول 1800 دولار للأونصة الواحدة، وهي قفزة كبيرة جدا عارضت التوقعات التي أشارت أن لو محضر اجتماع الفدرال الأمريكي أفاد ببدء تقليص برنامج شراء الأصول سينخفض الذهب. ماذا حصل؟ ارتفع الذهب ولو عدنا ساعات قليلة ليوم أمس لشهدنا معدل مؤشر أسعار المستهلكين، مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 5.4%. هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين أعاد للذاكرة مخاطر ارتفاع التضخم، وبدأ سعر الذهب بالارتفاع. لكن هنا أحب أن أشير إلى موضوع مهم وسؤال يطرحه الكثيرون، هل الذهب فعلاً هو الملاذ الآمن والتحوط المثالي ضد التضخم؟ الجواب جزئيا نعم، لكن هنالك استثمارات أخرى قد تكون أيضا مشاركة لتكون لحفظ القدرة الشرائية للنقد. لكن لا شك بأن توقعات ارتفاع التضخم، استمرار التوقعات بأن نشهد المزيد من الارتفاع في التضخم قد يكون داعم لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. أي من هذه الاستثمارات أنت تنصح بها أستاذ سركيس، طالما في يعني نحن على اعتاب هذه المتغيرات التي تحدثنا عنها خلال حديثنا السابق، ما هي اهم الاستثمارات تراها مناسبه خلال الاشهر المقبله؟ اذا تطرقنا الى ما هي الاستثمارات التي انصح بها، بدايه الابتعاد عن الاحتفاظ بكميات نقديه كبيره. النقد يفقد قيمته، لا اتحدث عن دولار، لا اتحدث عن عمله معينه، لكن اتحدث عن كل العملات النقديه دون استثناء. التضخم المرتفع يعني انخفاض القدرة الشرائية للنقد، وبالتالي الاستثمارات مهما كان نوعها إن كانت مدروسة هي الحل. الآن تنويع الاستثمارات لتغطية مخاطر القدرة الشرائية للنقد على سبيل المثال بالذهب، أو الاستثمار أيضا في عقود النفط، لأن النفط مرتبط مباشرة بعلاقة طردية بالعادة مع التضخم، بالتالي لماذا لا يتم استخدام النفط لتقليص مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد التابعة للتضخم؟ وأيضا هنالك ملاحظة رائعة استطعنا إيجادها في قسم الدراسات في إكوتي، وهي أن مؤشر ستاندرد أند بور خلال السنوات الماضية طالما كان أداؤه أفضل وأكبر من ارتفاعات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، هذا لو تمت المقارنة بارتفاعات الذهب. ماذا يعني مؤشر ستاندرد أند بور 500؟ يعني الشركات أو أسهم شركات في مؤشر ستاندرد أند بور. فالبحث عن استثمارات في الأسهم، التغطية بالذهب، وكذلك استخدام النفط أيضا لتغطية مخاطر انخفاض التضخم من خلال دراسات، أرجو أن تكون واضحة هذه الكلمة، أن تكون دراسات مبنية عن دراسة وعلم قبل اتخاذ هذه القرارات، وهذا ما قد يكون مناسب بحسب وجهة نظري خلال الفترة المقبلة.
أريد أن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سركيس نزار محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي، كنت ضيف لهذا اليوم عبر السكايب من عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ سركيس.